أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نسلط خلالها الضوء على إمكانية خروج محادثات الكويت المرتقبة بنتائج مغايرة للجولات السابقة وجدية المجتمع الدولي في إلزام الميليشيا بتطبيق القرار الأممي 2216. سيل من التفاؤل إزاء جولة الكويت المرتقبة تقابله شكوك حول جدية الميليشيا في الالتزام بتنفيذ القرار الأممي 2216 والوصول إلى أرضية مشتركة صالحة للعيش في اليمن. لم يعد التفاؤل يطل فقط من لسان المبعوث الأممي وحده ككل مرة، بل أصبح ساريا على ألسنة دبلوماسيين كثر وكذا على الناطقين باسم الدول الداعمة لمسار العملية السياسية، وذلك بحسب مراسلين إشارة لمدى الدعم الدولي لجهود المبعوث الأممي في وضع صيغة سياسية تضمن إنهاء الاقتتال في اليمن. وبالرغم من جديتها تبقى محل اختبار لمدى قدرتها على إلزام الميليشيا بتطبيق الاتفاق دون الالتفاف عليه. مؤخرا قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أن اليمن الآن أقرب إلى تحقيق السلام من أي وقت مضى، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى حضور محادثات الكويت بحسن نية ومرونة من أجل التوصل إلى حل سياسي ومخرج نهائي للأزمة الحالية. وأضاف ولد الشيخ في إحاطته أمام مجلس الأمن أن طريق السلام قد يكون شائكا إلا أنه سالك وممكن، مشيرا إلى أن المحادثات المقبلة سترتكز على إطار يمهد العودة إلى انتقال سلمي ومنظم. بدوره أكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني أن الشعب اليمني يتطلع لمشاورات الكويت من أجل التوصل لسلام دائم يعيد مسيرة التغيير في اليمن على ضوء المرجعيات الوطنية والقرارات الدولية. من جهته أبدى ناطق الميليشيا محمد عبد السلام استعداد جماعته لتسليم السلاح للدولة وفتح صنعاء أمام الحكومة الشرعية وحل قضيتي صعدة والجنوب. أشار محمد عبد السلام في تصريح لجريدة الرأي الكويتية إلى أن تفاهماتهم مع السعودية خلال الأيام الماضية كانت جيدة. على ضوء هذه المعطيات نناقش في حلقتنا من زوايا الحدث إمكانية خروج محادثات الكويت المرتقبة بنتائج مغايرة للجولات السابقة وجدية المجتمع الدولي في إلزام الميليشيا بتنفيذ القرار الأممي للالتفاف عليه. قبل أن نبدأ النقاش نذهب لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود. من مقر الأمم المتحدة أطل المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد معلنا أن اليمن الآن أقرب إلى السلام من أي وقت مضى. اليمن اليوم على مفترق طرق، أحدها يوصل اليمن إلى السلام وغيره يقود البلاد إلى هوة أمنية وإنسانية من الضروري الابتعاد عنها. لتفاؤل ولد الشيخ ما يبرره ولتشاؤم البعض مما سيتمخض عن محادثات مرتقبة في الكويت ما يبرره أيضا. الحقيقة غير متفائل، وهذه كلها مراوغات سياسية حتى يحصلوا على أهداف غير محققة أصلا لهم. إعلان ولد الشيخ أحمد بانطلاق محادثات السلام يوم الاثنين المقبل أعقب دعوات علنية وضغوطا في الكواليس من الولايات المتحدة ودول عدة لتحديد تاريخ المحادثات. حدد أيضا جدول أعمال اللقاء لكنه لم يحدد المدة التي سيستغرقها. وبينما لم يتطرق المبعوث الدولي إلى مصير الرئيس المخلوع شدد على أن أولوية المحادثات هي الالتزام بوقف إطلاق النار وإدخال معونات الإغاثة. أما عن فرص نجاح أو فشل المحادثات فاكتفى ولد الشيخ أحمد بالقول إن النجاح سيتطلب تسويات صعبة من كل الأطراف ورغبة في التوصل إلى اتفاق، كما سيتطلب دعما إقليميا ودوليا في إشارة منه إلى أن طريق السلام صعب لكنه في متناول اليد. آمل أن يستمر دعم هذا المجلس الموقر لليمن ولمشروع السلام في الأسابيع الحاسمة المقبلة خلال المحادثات وبعدها. الحكومة عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني قالت إنها توقعت من الإنقلابيين أن يفرجوا عن آلاف المعتقلين كإظهار لحسن النوايا قبل المشاورات، لكنهم لم يكونوا عند مستوى المسؤولية كما لا زالوا مستمرين في محاولات فتح جبهات جديدة في عدد من المحافظات. وحتى مع بدء وصول بعض الوفود إلى الكويت ومرور أسبوع على سريان اتفاق التهدئة لا شيء يؤكد التزام الميليشيا بجهود الأمم المتحدة، حيث لا تهدئة على الأرض ولا في حرب التصريحات والاتهامات المتبادلة بين الأطراف المعنية بالحرب، حرب يعتقد المبعوث الأممي أن حظوظ التوصل إلى تسوية سياسية بشأنها هذه المرة أكثر من ذي قبل. رسميا يقول ولد الشيخ أحمد أن القرار 2216 هو المرتكز الأساسي بالنسبة للمفاوضات اليمنية،
يتضمن القرار 5 محاور هي الاتفاق على إجراءات أمنية انتقالية، وانسحاب الميليشيا والمجموعات المسلحة، وتسليم السلاح للدولة، وإعادة مؤسسات الدولة، وإنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين. وإذ تغلب على ملامح التسوية المقترحة روح التقارب الحاصل بين القوى الدولية، يبدو أن نتائج المحادثات لن تتسع أكثر لطموحات وأهداف اليمنيين. وبعد أكثر من 6000 قتيل وما لا يقل عن 2 مليون مشرد بحسب إحصاءات سابقة، هل الخيار الآن فقط في اليمن بين سلام مر وآخر أمر؟ ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام السكرتير الصحفي السابق في رئاسة الجمهورية الأستاذ مختار الرحبي. مساء الخير أستاذ مختار. أهلا وسهلا، مساء النور. أهلا بكم أستاذ مختار. يعني انطلاقا من يعني المسلمة القائلة بأن المكاسب العسكرية تحسن كثيرا من شروط التفاوض، وانطلاقا أيضا من الأفق الذي قد تفتحه هذه المفاوضات وإلى أي مدى ستشكل نقلة في الصراع الحادث، بأي رصيد عسكري ستذهب الشرعية إلى هذه المفاوضات؟ الرصيد العسكري رصيد وافر ورصيد كبير جدا. طبعا نتحدث عن تحقيق انتصارات في محافظة الجوف، ثاني أكبر محافظة في المناطق الشمالية، أيضا جبهة صنعاء ما تزال مشتعلة وما تزال هناك التعزيزات والحشود العسكرية متواصلة. نتحدث عن أنه المناطق الجنوبية تم تحريرها، محافظة شبوة هناك مناطق شاسعة تم تحريرها، كل هذه هذه الانتصارات طبعا هذا سيتم حمله إلى المفاوضات القادمة، وأوراق التفاوض بالنسبة للشرعية أوراق كبيرة وتمتلك أوراق متعددة، بالتالي الشرعية ذاهبة بأوراق متعددة وملفات متكاملة. يعني طيب أستاذ مختار، هل تذهب الشرعية انطلاقا من موقف قوي أم أن هناك ضغوط دولية مورست عليها للذهاب لهذه المشاورات؟ في حقيقة الأمر أن هناك ضغوطات كبيرة، والمجتمع الدولي يمارس ضغوط كبيرة على الشرعية، وكذلك يمارس ضغوطات دولية على التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. بالتالي الضغوطات هذه انعكست على المفاوضات السابقة في جنيف 1 وجنيف 2 وأيضا في مؤتمر الكويت، ولكن أنا أعتقد أن التفاهمات التي تمت بين المملكة العربية السعودية وأيضا بين الحوثيين واللغة المرنة التي يتعامل بها الحوثيين حاليا مع المجتمع الدولي وكذلك مع الحكومة الشرعية ومع المملكة العربية السعودية، يعني نرى أنه الكلمات الرنانة والعدوان السعودي الصهيوني أمريكي والإسرائيلي وبلاك ووتر والمرتزقة، اختفت هذه العبارات واختفت هذه من إعلام الميليشيات الإنقلابية، مع أنهم الجميع يعرف أنه يمتلكون خطابين، خطاب إعلامي يوجه للخارج وللمجتمع الدولي، وخطاب آخر تعبوي يمارس ويتم إعطاه للميليشيات في الداخل التي تقوم بالحرب. بالتالي أنا أعتقد أن هناك فرصة حقيقية في مؤتمر الكويت أن يتم الخروج بحل الأزمة اليمنية، بحيث أنه يتم تنفيذ القرار الدولي وأن لا يخرج طبعا حتى ولو تم الوصول إلى حل. أنا أعتقد وأرى أنه لن يكون خارج إطار المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الدولي 22/16. طيب يعني هناك أعتقد أنه نعم، هو كلام عبثي وكلام عام. أستاذ مختار، يعني هناك الكثير ممن يعني يجاري الحكومة في أنها تذهب إلى المشاورات وترى ماذا ستخرج بها، لكن هناك أيضا يعني الكثيرون ممن يشككون في قيمة دخول هذه المشاورات في ظل تاريخ ليس جيد من قبل الحوثيين بالتعامل مع الاتفاقات بينهم وبين اليمنيين. يعني كيف يمكن الموازنة، أو كيف تنظر الحكومة من وجهة نظرك إلى من يقف مع أن الحوثيين سيراوغون؟ هو نحن كيمنيين نعرف الحوثيين ليس من اليوم وليس من بعد الانقلاب فقط، نحن نعرف الحوثيين منذ عام 2004، منذ انطلاق شرارة التمرد الأولى من جبال مران وضحين التي قادها حسين بدر الدين الحوثي، ونعرف أنهم ما يدخلوا اتفاقية وما يدخلوا يعني تسوية إلا بعد أن يصلوا إلى مراحل متقدمة من الضغوط وبعد أن يريدوا أن يرتبوا أوراقهم. وعرفناهم ايضا بعد في اثناء ثوره 11 فبراير، وعرفناهم ايضا في حرب دماج التي ظلوا عاما
أو أكثر من عام وهم لم يستطيعوا مجرد الدخول واختراق هذه المنطقة. بالتالي الحكومة ذاهبة، والشعب اليمني يعرف جيدا أن هذه الميليشيات لا يمكن لها أن تلتزم بأي اتفاقية، لا يمكن لها أن تلتزم حتى بمجرد اتفاق واحد وهو وقف إطلاق النار والهدنة. نرى أنه جبهة فرضة سنين عليها هجوم شديد جدا، محافظة عز عليها هجوم شديد جدا، محافظة الجوف كان من قبل يتم إطلاق قذائف، وبعد الهدنة يتم إطلاق صواريخ توشكا وغيرها من الصواريخ التي يتم إطلاقها على الجوف. بالتالي الحكومة مضطرة أن تتعامل مع المجتمع الدولي، هناك ضغوطات دولية على الحكومة أن تتعامل في إطار المفاوضات وفي إطار الحل السياسي والسلمي، وهذا طبعا الحكومة جهة معترف فيها شرعيا وليست كالميليشيات، بالتالي عليها ضغوطات أن تتعامل وأن تدخل في عملية سياسية عبر التسويت. طيب. مع إيمانها العميق أنه لا يمكن لهذه الميليشيات أن تلتزم بأي اتفاقية وبأي تسويت سياسية قادمة. طيب، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ مختار. ينضم إلينا الآن المحلل السياسي الدكتور عمر عبد العزيز. مساء الخير دكتور. مساء النور. أهلا وسهلا دكتور. يعني كما هو واضح أن هناك الكثير من الشكوك حول جدية الميليشيا بالالتزام بتنفيذ القرار الأممي 22/16، تفضل الأستاذ مختار بالقول أن على الحكومة في نهاية المطاف أن تذهب يعني لتواجه الضغوط الدولية ولي يعني تكشف الميليشيا على ما هي عليه، لأنها بالأخير جهة تمثل دولة أو حكومة. هل تتفق أن على الحكومة فعل ذلك؟ على الحكومة أن تذكر دورها المطلوب في هذه اللحظة، وهذا الدور هو التمسك بالمرجعيات الأساسية التي تم التوافق عليها منذ عام 2011، أي منذ التوقيع على المبادرة الخليجية. تلك المبادرة التي كانت بمثابة حالة إنقاذ لمختلف المكونات السياسية والشرائح الوطنية، وكانت أيضا حالة خروج من مأزق التنافي العدمي والتقاتل الأهلي. وتبعا لذلك يعني على الحكومة أن تتمسك بهذه المرجعيات وأن تكون هذه المرجعيات هي أساس الحل. في حقيقة الأمر هذه المرجعيات اكتملت بمؤتمر الحوار الوطني الذي شارك فيه الجميع، وأيضا بالقرار الأممي 22/16. وبالتالي نحن هنا أمام أرضية واضحة المعالي من حيث المرجعية السياسية، وهي تلك المرجعية التي تعني تماما عودة العملية السياسية من حيث انتهت وليس أي شيء آخر. بطبيعة الحال هنالك بعض القوى التي ستناور وتداور وتتحاول أن تخرج من مأزق الاستحقاق والإكراهات الأممية واضحة المعالم، لكن في نهاية المطاف لابد من الدخول إلى الحوار على قاعدة أنه لا تفاوض إلا في أساس تطبيق القرار الأممي وفي أساس كامل المقولات المعلنة من مختلف الأطراف والمرجعيات التي كانت الراعية الأساسية للمبادرة الخليجية، ابتداء من الاتحاد الأوروبي مرورا بروسيا وحتى دول التحالف العربي التي قامت بالانتصار للشرعية وقامت بما قامت به من أجل درء الموديلات التي يراد تسويقها وتعميمها في الجزيرة العربية. طيب، أرجو أن تتفضل بالبقاء معي دكتور عمر. أعود إلى الأستاذ مختار. أستاذ مختار، يعني هناك من يرى أن ثمة أطراف دولية تريد أو أن يعني تريد إعطاء الحوثيين فرصة أو مجموعة من المكاسب السياسية، ليس فقط الحوثيين بل الانقلابيين بشكل عام. إلى أي مدى ترى أن هذه الرؤية منطقية وموضوعية؟ هذه الرؤية واضحة المعالم، يعني الإصرار على أن يتم إدخال الميليشيات الحوثية رغم أنها لا تؤمن بالعمل السياسي وترفض العمل السياسي وترفض منذ تقريبا عام والآن، وهي ترفض تنفيذ القرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن، أكبر مؤسسة دولية في العالم رفضت هذا القرار، وهو قرار واضح، قرار لا يحتاج إلى تأويل، لا يحتاج إلى يعني ليس فيه أي لبس. ومع ذلك هناك دول يعني دول غربية، وهناك يعني شبه إجماع من بعض الدول على أن يتم إعطاء الفرصة للميليشيات بأن تدخل في تسوية سياسية، لأنه إذا لم يتم الرضوخ للعمل السياسي سيكون هناك طريق آخر وهو طريق الحسم العسكري الذي سينهي الميليشيات الانقلابية وسيجعل من الميليشيات الانقلابية في خبر كان. بالتالي يريدون بقاء الميليشيات الانقلابية كحوثيين وكعلي عبد الله صالح للبقاء لكي يتم إدارة لعبة التوازنات في المنطقة، ويتم أيضا ابتزاز دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية عبر هذه الأطراف، وهي أطراف مرتبطة بإيران ومرتبطة بأعداء تاريخيين للمملكة العربية السعودية. بالتالي
هناك محاولة من خلال المؤتمرات ومن خلال هذه التسوية السياسية التي يراد الدخول بها، مع أنه أنا أعتقد أنه لا يوجد هناك تسوية سياسية. هناك قرار سيتم الاجتماع في 18 من إبريل الجاري، يتم الاجتماع لإيجاد آلية تنفيذية على أرض الواقع لسحب الأسلحة وعودة الحكومة لممارسة عملها. إذن أشكرك السكرتير الصحفي السابق في رئاسة الجمهورية الأستاذ مختار رحبي، كنت معنا عبر الهاتف. أعود إلى دكتور عمر عبد العزيز. دكتور عمر، يعني لأول مرة نجد أن الناطق باسم الميليشيا محمد عبد السلام أبدأ استعداد جماعته لتسليم السلاح الثقيل، ربما في خطوة يعني تحدث عنها كثيرون أنها مراوغة في ذات الوقت. سياسيا، ما مدى جدية الميليشيا في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة؟ أنا أعتقد أن حسن الظن أمر مطلوب، في نفس الوقت الحذر والاستعادة والاسترجاع المفاهيم لما كان سابقا أمر مطلوب، بمعنى آخر لابد أن نكون جميعا في منزلة من المنزلتين، أقصد الذين هم حريصين على المصلحة الوطنية وعلى العملية السياسية وعلى الخروج من مأزق التقاتل العدمي السائد في اليمن. أنا أعتقد أنه بقدر ما نحسن الظن إلا أننا نستعيد في نفس الوقت ذاكرة الماضي القريب ممن وقعوا على المبادرة الخليجية وكانوا مخاترين يكذبون وليسوا صادقين في تنفيذ المبادرة، بدليل أنهم عطلوا حكومة الأستاذ محمد سالم بشندي وبكل السبل مارسوا الاغتيالات السياسية واعتدوا على أبراج الكهرباء واعتدوا على الطاقة وحاولوا أنهم يضيقوا على حياة المواطنين بأشكال مختلفة. وأيضا الذين ذهبوا إلى مؤتمر الحوار الوطني، وأقصد تحديدا الحوثيون الذين أعلنوا عن أنفسهم حزبا سياسيا وذهبوا إلى مؤتمر الحوار الوطني، ولكنهم في نهاية المطاف كانوا يخططون للانقلاب على الشرعية والانقلاب على الدولة بالدرجة الأولى وليس على ترويكا سياسية بحد ذاتها. طبعا لذلك استرجاع مثل هذه الذاكرة تجعلنا تماما في وارد الاعتقاد بأن التصريحات على قدر ما يتم حسن الظن بها إلا أنها في نهاية المطاف بحاجة إلى تطبيق، وهذه الأقوال لابد أن تتحول إلى أفعال. طيب هل من جديد هذه المرة يدفع هل من جديد يدفع هذه المرة إلى الاعتقاد أن الحوثيين وحليفهم قد فعلا يلتزموا بأي اتفاق يقر؟ مما لا جدال فيه أن عاصفة الحزم والمقاومة الوطنية الباسلة في المدن اليمنية المختلفة والجيش الوطني الذي تبلور وتشكل تباعا على مدى السنة الماضية، هذه مسألة أدت إلى متغيرات سياسية مؤكدة، وبالتالي نحن هنا نتكلم عن أن ما جرى في الميدان وعلى الأرض لا بد أن يكون له تأثير مؤكد على فرقاء الانقلاب العسكري الميليشياوي. وهكذا أنا أعتقد أنه قد يريدون قد يكون هناك تيار يرى في الاستمرار في العملية السياسية منجاه وفي الاستمرار في العملية السياسية عودة إلى جادة الرشد والصواب، قد يكون ولا أستطيع تحديد ذلك. وبالتالي أنا أعتقد أن المعطيات الميدانية التي حصلت وكامل التطورات الدراماتيكية والتراجيدية التي حصلت على الأرض غيرت المعادلة رأسا على عقب، وبالتالي ممكن أيضا أن يكون العمل السياسي بهذا المعنى قد تغير والتحالفات ستتغير لا محالة. أنا أعتقد أنه يجري الآن تشبيكات لتحالفات من نوع جديد، وبالتالي الأمر سجال على الأرض سواء بالمعنى السياسي للكلمة أو بالمعنى الاحتمالي لوقائع عسكرية قادمة لا سمح الله. نعم دكتور، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. ينضم إلينا الآن الصحفي علي الفقي. مساء الخير أستاذ علي. أهلا وسهلا، مساء النور، أهلا بكم أستاذ علي. يعني ونحن على مرمى حجر زمني من مشاورات أو يعني من على مرمى حجر من مشاورات الكويت كما يقال، هل تعتقد أن المناخ أو الحالة العامة نضجت لتحصل تسوية فعلية في الكويت؟ أعتقد أن هناك مؤشرات ولو أنها بسيطة إلا أنها مختلفة هذه المرة عن المرات السابقة، خصوصا إذا ما صدقت على الأرض ما يتعلق المؤشرات أبرزها توقيع الاتفاقات الهدنة والدخول إلى حد ما في هدنة في بعض المناطق، وآخرها كان اليوم ما وقع في تهزم الهدنة لوقف القصف على المدينة ولفك الحصار وفتح الطرقات. أيضا التصريحات الناعمة التي أطلقتها قيادات في جماعة الحوثي المسلحة، وهي تختلف عن المرات السابقة حينما كانت لا تزال تصريحاتها متشنجة. أيضا ما يتعلق بالتهدئة على الحدود على حدود المملكة العربية السعودية بين الحكومة السعودية وبين
ميليشيات الحوثي ووصول ممثلين عن هذه الميليشيات إلى المملكة العربية السعودية وتوقيع اتفاقات كلها متعلقة بوقف إطلاق النار. ربما نعتبر هذه كمؤشرات مختلفة عن الجولات السابقة من المفاوضات، لكن تظل اتفاقات موجودة على الورق مرهونة بمدى التزام جماعة الحوثي وصالح بها خلال الأيام المقبلة، خصوصا بعد أن تتجاوز الفترة مؤتمر أو مفاوضات الكويت. إذا ما كان توصلت هذه الجماعة إلى قناعة بفشل الانقلاب وبأن طريق العنف ليست مناسبة للاستمرار فيها، في حال توصلت إلى هذه القناعة أعتقد أنه سيكون شيء هناك جديد وستقدم أداء يعني مختلف خلال المشاورات المقررة لإنعقادها. يعني أستاذ علي، يعني حديث المبعوث الأممي أن جولة الكويت المرتقبة هو يعني هي جولة أكثر حظا من ذي قبل، هذا يأتي في السياق الذي تتفضل به الآن؟ نعم، هو بناء على المؤشرات التي سردتها من وقف المواجهات على الحدود، أيضا الهدنة التي تحققت في بعض الأماكن خصوصا جبهة ميديا التي بدت الهدنة فيها متحققة بشكل فعلي، التصريحات المختلفة لجماعة الحوثي بنى عليها المبعوث الأممي وتحدث بأن اليمن باتت أقرب إلى السلام من ذي قبل. نعم، طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ علي. أعود إلى الدكتور عمر عبد العزيز. دكتور، يعني هناك حديث عن وجود تباينات بداخل القرار يعني الذي تخرج به القرارات التي تخرج بها الحكومة الشرعية بسبب اختلاف أجندة الدول القائمة على التحالف العربي. هناك من يتحدث أيضا على توحد إلى حد ما، وأيضا هناك من يتحدث على اختلاف في وجهات النظر في محور الانقلاب المقابل. كيف ترى مدى يعني توحد كل صف من هذه الصفوف ما قبل محادثات الكويت؟ الله معنا مفاتيح يا الله. يا ابني عندي تلفون زيان دكتور. مرحبا مرحبا، أهلا. نعم، سمعت سؤالي؟ لا. لا والله عيد السؤال، الله يخليك، معليش. نعم دكتور، كنت أتحدث أكثر عن أن هناك من يتحدث عن وجود تباينات بداخل طرف الحكومة الشرعية بسبب اختلاف أجندة الدول القائمة على التحالف العربي، فيما في الجهة القابلة هناك تضاد في المواقف في جبهة الحوثيين، هناك من يقول أن هناك اتفاق وهناك من يقول أنهم غير متفقين فيما بينهم. من ناحية توحد الصف الداخلي قبل مشاورات الكويت، لمن تميل هذه الكفة برأيك؟ أولا علينا أن نقرأ المعادلة السياسية القائمة في اليمن على قاعدة ثنائية مغلقة ومستغلقة، بمعنى آخر ليست تمردا وشرعية فقط، ولكن هنالك اجتهادات متعددة في جبهة التمرد، في جبهة التحالف الحوثي الصالح بطبيعة بصفة مؤكدة، وهنالك أيضا في إطار الشرعية اجتهادات مختلفة ومتنوعة، وبالتالي لابد أن نعتبر أن هذا أمر طبيعي وبسيط وضروري في نفس الوقت، لأن مقاربات الأطراف المختلفة المتحالفة هنا وهناك هي مقاربات ناجمة عن مرجعيات سابقة وعن منطق التفكير السياسي وعن أيضا دربة سلوكية معينة عند هذا الطرف أو ذاك. ومن هذه الزاوية أنا أستطيع أن أقول بكل جزم وإيمان وعقيدة بأن تعددية المشهد هو أمر أكيد ومؤكد في كلا الطرفين، وبالتالي علينا أن نقرأ المعادلة كلها خارج نطاق هذا المربع السحري المغلق والمستغلق خارج المربع الثنائي. هذا هو الأمر، وبالتالي أنا أعتقد أنه ستكون هناك اجتهادات مختلفة، وبالتالي نحن في الأخير وفي التحليل خارجين من رحم السياسة اليمنية، من رحم الممارسة الضالة المضللة على مدى عقود من الزمن، تلك الممارسة التي كانت سببا في منطق عدم القبول بالآخر، الرفض، التمسك الأهوج بالسلطة، الاعتقاد الجازم بأن من يمتلك إرادة القرار السياسي يمتلك إرادة الناس أجمعين، وهذه كلها عبارة عن أمراض وسيكوباتيزم قيادي هنا وهناك على مدى التاريخ المعروف في اليمن المعاصر، مما يتطلب الخروج لا محالة إلى فضاء جديد. هذا هو الأمر باختصار شديد. نعم،
أشكرك المحلل السياسي الدكتور عمر عبد العزيز، كنت معنا عبر الهاتف من الشارقة. وأعود إلى الأستاذ علي الفقي الصحفي معنا. أستاذ علي، هناك من يقول أن أي حل سياسي ستخرج به مشاورات الكويت هو عبارة عن تأجيل معركة أكبر مما حدثت الآن إلى مستقبل يبدو غامضا، هل تتفق مع هذا الطرح؟ أعتقد إذا ما ضمنت جماعة الحوثي السلعة بأنها ستخرج من هذه المفاوضات وستخرج باتفاقات سياسية أو تسويات تضمن لها بقاء السلاح وتضمن إمساكها بالسلطة بشكل أو بآخر أو الاحتيال على القرار الدولي 22/16، بالتأكيد سيكون المفاوضات والتسويات مجرد تأجيل لهذه الحرب وتأجيل للصراع إلى وقت لاحق. لكن إذا ما كانت الأطراف الدولية والإقليمية جادة في الضغط على هذه الجماعة بتنفيذ القرار بشكل كامل وتسليم السلاح ورفع يدها من الزناد والانسحاب من مؤسسات الدولة ومن المدن الرئيسية، في هذه الحالة إذا ما نزعنا عنها السلاح سنكون قد جلبنا البلد الصراع وقد بدأنا نضع أقدامنا على الطريق الصحيح وندخل في عملية سياسية يستطيع الكل أن يحضر من خلالها دول الحاجة لتقوى بالسلاح على الأطراف الأخرى. طيب أستاذ علي، يعني ما هي يعني الضمانات المطلوبة لقيام الحوثيين بفعلا خطوات جدية في هذا الخصوص من قبل الأمم المتحدة والدول القادرة فعليا على الضغط، يعني بخلاف دعم الأمم المتحدة لعاصفة الحزم كما يبدو؟ أعتقد أنه الضمانات ممكن أن تتمثل في الاتفاق على آلية لنزع السلاح وعلى توقيت محدد وتشكيل لجان تقوم بالعملية بعملية الإشراف على نزع السلاح وعلى الانسحاب من المدن وتسليم مؤسسات الدولة في وفق جدول متفق عليه مزمن ومحدد الأشخاص الذين يشرفون عليه ويكون تحت إشراف إقليمي ورقابة دولية يدخل فيها التحالف كطرف ضامن لتنفيذ هذه الاتفاقيات حتى لا تصبح مجرد وعود أو لا تتيح ثغرات في هذه التسويات أو الاتفاقات تتيح للجماعة بأن تتبادل السلاح بين ميليشيات المسلحة وبين من تحولوا من ميليشيات إلى قيادات عسكرية وفق ترتيبات تنظمها الجماعة التي ابتلعت الآن مؤسسات الدولة وسيطرت عليها وتستطيع الالتفاف على القرارات الدولية وعلى التسويات إذا ما توفر لها أيضا ضوء أخضر أو تواطؤ من قبل الأطراف الدولية التي تواطؤت في الماضي. الصحفي علي الفقي كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. كما هو شكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان مقدم الحلقة وكذلك تحيات طاقم العمل الفني والتحريري. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.